هالسنه اختلافه انه جبنا رسامين معاصرين طلبنا منهم اللي بيحبوا يشاركوا، اول شيء تعرفوا العالم عليهم، والشغله الثانيه لحتى نعرض لهم ايقوناتهم كمان نساعدهم بتسويق او بهيدي. وبنفس الوقت المعرض كمان في ما شايفين مخطوطات كنسيه جبناها من البتركيه، يعني عندنا بالبتركيه عندنا فوق ال 500 مخطوط. المخطوطات اللي هي موجوده اليوم راعينا فيها التنوع، يعني لم تكن من جهه واحده فقط ناحيه دينيه، هلا هي ناحيه دينيه من جانب، لكن ناحيه قانونيه كنسيه من جانب اخر. الجهه المشرعه اللي صدرت هذا الامور كالمجامع المقدسه مخطوطات اسلاميه، مخطوطات فيها فائده لغويه عربيه باللغه العربيه من اللي كانت متداوله، واجد يعني اقرب مخطوط لوقتنا هلا هو يعود الى القرن الثامن عشر، وابعد مخطوط الموجود بين ايدينا يعود الى القرن الخامس عشر. رسمت كمان ايقونه باندا ناسا، ورسمت ايقونه الضابط الكل كمان، وسيده صيدنايا طبعا كل وحده، واخر ايقونه هي الصغيره هي ايقونه القيامه. كل وحده لها مدلولاتها، استخدمت طبعا على الطريقه القديمه نفسها بشد القماش على الخشب وكذا، يعني الطريقه المضبوطه وبالوان التيمبرا. كمان بالاول ضابط الكل استخدمت الزيتي، يعني استخدمت بس بعدين استخدمت الاصول تبع الرسم. نحن كفنانين بنفتخر بهيك معارض اللي بيتسلط الضوء على فن الايقونة السامي اللي هو امتداد للتراث المسيحي السوري، وان شاء الله نحن كفنانين نقدر نكمل. انا مشاركه بخمس ايقونات.